السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. أولا مبروك على كل مترشح ومترشحة نجحوا في البكالوريا، واللي عنده استدراك يلا يوفق، واللي ما حلفوش الحظ إلى العام المقبل إن شاء الله. اليوم غادي نعرفوا في هذا الفيديو طريقة تقديم شكاية حول تصحيح مواد امتحانات البكالوريا. اللي كيشك بأنه الورقة ديالو ما تصحتش مزيان، اللي كيشك بأنه عنده مشكل في التصحيح، اللي كيشك بأنه الجواب ديالو في الورقة كان أكثر من النقطة اللي حصل عليها في البكالوريا. اليوم غادي نجاوبك على كاع هاد الأسئلة، بقاو معايا في هاد الفيديو. إذا هاد البلاغ صادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس مسا في شأن تقديم شكاية حول تصحيح مواد البكالوريا. إذا في هاد البلاغ كاين كيفاش دير واحد الشكاية إذا كنتي من المتمدرسين، يعني من التلاميذ اللي كيقراو، ولا من التلاميذ والمترشحين للأحرار، داكور، اللي كيدوزوا البكالوريا حرة. غادي نعرفوا كيفاش نقدموا أولى المراحل ديال تقديم شكاية حول تصحيح مواد امتحانات البكالوريا، كيفاش نقدم واحد الشكاية باش يعاودوا لي التصحيح. إذا بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين، إذا طريقة تقديم شكاية حول تصحيح مواد امتحان بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين، إذا أولا المرحلة الأولى هي الولوج إلى منظومة متمدرس، إذا مسار سيرفيس بوان ميم بوان جوف بوان ما. ثانيا إيداع شكاية، راه كاينة كيزيدوا لكم واحد الركن اللي خاص بإيداع الشكاية. ثالثا اختيار المادة المراد وتقديم الشكاية حول النقطة المحصلة، إذا غتختار المادة اللي كتشوف بأنه ظلموك فيها في التصحيح. أها. رابعا حفظ الشكاية، كدير حفظ. خامسا في حالة الشكاية في أكثر من مادة يقوم المترشح بالنقر على إضافة. إذا إذا كانت عندك الشك في مجموعة من المواد، يعني ماشي مادة واحدة، كدير إضافة مادة أخرى، صافي. سادسا ثم تسجيل الشكاية وحفظها، ديك الساعات كتسجل الشكاية وكتحفظها وكتصيفطها لهم، ديك الساعات غادي يردوا عليك. بالنسبة الآن للمترشحين الأحرار، يعني اللي دوزوا البكالوريا حرة، إذا المرحلة الأولى هي أنهم يولجوا لمنظومة الترشيح كانديداتور باك بوان ميم بوان جوف بوان ما، صافي. ثانيا إيداع الشكاية. ثالثا اختيار المادة المراد وتقديم الشكاية حول النقطة المحصلة، يعني محصلة، كذلك نفس المراحل. ورابعا حفظ الشكاية، صافي. إذا كانت كذلك عندكم أكثر من مادة فيها الشك، كديروا إضافة إلى غير ذلك، وكتحفظوا الشكاية وكتصيفطوها وغادي يردوا عليكم. قالت لنا نقطة أخيرة ومهمة، وهي هذه الملحوظة الهامة جدا، يتم إيداع الشكايات داخل أجل 7 أيام من تاريخ إعلان النتائج. يعني هذه الشكايات ممكن أنكم تدفعوها فقط في هذه 7 أيام هذه، يعني البارح نعلنوا على النتائج، 7 أيام عندكم وغادي ديروا فيها الشكايات، صافي. كما ستقوم الأكاديمية بالإجابة عن الشكاية إلكترونيا عبر نفس الآلية، يعني غادي تجاوبكم بنفس الآلية اللي درتو، يعني ودعتو الشكايات، يعني غادي تجاوبكم الأكاديمية إلكترونية، صافي، عبر نفس الآلية، يعني متمدرس بالنسبة للمتمدرسين وبوابة الترشيح بالنسبة للأحرار. يعني بالنسبة للمتمدرسين غتجاوبهم في البوابة ديال المتمدرس .me.gov.ma، بالنسبة للأحرار غتجاوبهم في بوابة الترشيح بالنسبة للأحرار، يعني كانديداتور سيرفيس.مين.جوف.ما، صافي. وبهذا غادي نكونوا كملنا لا فيديو ديالنا، كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، ويا ربي يا ربي توفقوا ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي عندهم استدراكيه الله يوفقكم، بالنسبه للناس اللي نجحوا هذه ماشي نهايه العالم ان شاء الله، باقين فرص اخرى ان شاء الله، والله يوفقكم والله ييسر الامور. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.